عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا، صبرا، ما اسم أبي سفيان؟ هذا أبو سفيان بن حرب وارد معاوية رضي ما الله عنه. اسمه؟ أنا سألت عن اسم أبيه ولا عن اسمه؟ من متكلم بغير إذنه؟ ها؟ أه بس ما تكلمت بغير إذن. عندنا الملقن ضعيف والملقن ضعيف. أنا لما تلقن. لما تلقى صحيح صدقت فلم يعمهديهم. أنا مخطئ إنك بس أنا ما اتهمتك بالتلقين، أنا قررت قاعدة. نعم تفضل يا أبوي. زاد الله فضلكم. وقال ابن عباس موضوع كبير أبو ويس، هو صبر علينا الآن، الله يزيده صبرا. تفضل يا أبو ويس. قال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان أن هرقل اسمه صخر بن حرب. نعم أن هرقل دعا